اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. امين. قال الامام البخاري رحمه الله عليه قال في صحيحه في كتاب فضائل القران قال باب استذكار القران وتعاهده. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن الله يوسف من اسقاط الاسماء مالك والنجم النافع اثبت الناس في ابن عمر وهو من اروى الناس عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه صحابي الجليل صحابي ابن صحابي أثري من العبادين الأربعة من السبعة الفينة النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة ومن صوت أسباب شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن منصور ابن المعتمر عن ابي وائل شيخ ابن سلمه هو من صفات الازمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود صاحب المسادة والنعلي ترجمان القران عن عبد الله رحمه الله عليه جميعا عن عبد الله انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيت وكيت بل نسي. قال واستذكروا القران فانه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور قال مثله قال تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة قال وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال البخاري رحمه الله وبه ختم الباب قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده وهو أشد تفصيا من الإبل من عقولها. نعم هنا في هذا الباب ظاهر على فضيلة القرآن وفضيلة صاحب القرآن. فصاحب القرآن عند ربنا الرحمن من خاصته من أهله وحافظ القرآن لابد أن يحافظ على القرآن ومحافظته على القرآن لا تتأتى إلا بالمعاهدة. فالقرآن أشد تفصيا من الإبل من عقولها. وهنا قال علماؤنا في هذا الباب تشبهوا بصاحب الإبل على أنه صاحب الإبل يعتني بها ويخشى منها أن تنفر أو تضيع منه فهو يأتي من كل حدب وصوب بالحفاظ عليها وأعظمه أنه يعقلها. ونفس الأمر إن القرآن أشد تفصيل فلذلك المرء أنه راجعه المرة بعد المرة والمرة بعد المرة وهذه فيها المراجعة لها أدب ولها أيضا طريق. يعني أولا لا يكسر في المراجعة يقلل ويكرر كثرة التكرار يكون بها الاستقرار وايضا وهو يراجع يعلم تفسير القران في هذا الباب لن ينسى هذه الايات بعد ذلك. فلذلك يعني كان عليه وجوبا ان كان من اهل القران وانه مشى في الطريق صار من اهله لانه فروض الكفايات بتنقلب الى فروض اعيان اذا التزم بها المرء. وهنا في قوله بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت من الآيات لأنه كأنه ينسب لنفسه أنه أهمل في القرآن وهذا عيب عليه أمام ربه جل في علاه أن يكون قد يعني أهمل في التمسك بكتاب الله جل في علاه. والأول أن قد نسيت وهنا حملها العلماء على أمرين. الأمر الأول نسيت أن الله تعالى قدر النسيان له لمعصيته لأنه عصى لذلك عاقبه بالنسيان. والأمر الثاني هو الأصح في هذا الباب أنه يتأدب مع الله جل وعلا يقول نسيت ولا يقول نسيت كأنه أهمله وكأنه لم يحافظ عليه وهذا حفاظا عليه هو ألا يقع في مثل ذلك. فلذلك قال يقول نسيت لأن قال الإنسان تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيلا من الإبل في عقولها. فأصحاب القرآن وجب عليهم وجوبا أن يكونوا عند ربهم جل في علاه من أحرص الناس على القرآن. رفاض مصبطة صحة القياس على أهل القرآن أن يتعهدوا القرآن. أهل القرآن خاصة الله وجب عليهم أن يحسنوا التعامل معه. رحمة.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.